اليوم إطلاق عملية وسم حقوق الطفل على مختلف الأدوات المدرسية والمكتبية الخاصة بالأطفال تحت شعار حقوقي في أدواتي. العملية التي تشرف عليها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تخص توسيم الأدوات المدرسية بجل ما تكفله مبادئ حقوق الطفل. لما يكون يدرس في المدرسة وهو المكان اللي يقضي فيه الطفل معظم وقته بعد العائلة، يكون أمامه الحقوق تاعه، مثلا المسطرة فيها حقي في الحماية، حقي في التربية، حقي في الاحترام، حقي في احترام حياتي الخاصة، حقي في عدم التمييز. هي مبادرة تهدف خاصة إلى أنه الطفل يكون محاط بمجموعة من الحقوق تاعه، يتعرف عليها، يكبر بحقوقه، يعرف أنه الدولة وفرت له كل هذه الحقوق ويمارس هذه الحقوق. عندها اهتمام كبير بالأطفال، وأساس التعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الطفولة حماية وترقية الطفولة، هذا شيء أساسي يعني في التعاون تاعنا في المستقبل، بحيث نطور أدواتنا أكثر فأكثر في خدمة الطالب والطفل الجزائري، بحيث يعني هو من حقه في أدواته أن يستعمل أدوات غير ضارة، أدوات مميزة.